ناس كتير بتسأل عن التحديثات الجديدة اللي حصلت في الموقع بتاع الباي بال، وازاي ان هما يلغوا الاشتراكات التلقائية اللي بتتخصم من حسابهم في الباي بال شهريا مانثلي. ف تعالوا النهاردة نشوف ازاي نلغيها بطريقة سهلة جدا وبكل بساطة. كل اللي هنعمله هي حاجة بسيطة، ان احنا هندخل على سيتنج ايكون ديت بالشكل ده، هندخل على اكونت سيتنج، هيظهر لنا الصفحة بتاعت إضافة الحساب بتاعك كله الأكونت سيتنج. أنا كل ما هو عليا إن أنا هدخل على الماني بانكس أند كاردز، تمام، ودي إدارة العمليات المالية بتاعتك وحسابات البنوك والكريدت كارد بتاعك. هيطلع لي الصفحة اللي ظاهرة ديت، أنا هنزل على الجزئية بتاعت الأوتوماتيك بيمنت، تمام. هنا الشغل بتاعنا كله الاوتوماتيك بيمنتس ديت، انا في هنا الزرار الصغير ده سيت اوتوماتيك بيمنتس، انا هضغط عليه هيدخلني على صفحة جديدة هتكون بالشكل ده. الجدول اللي قدامنا ده ممكن يكون صغير ممكن يكون كبير اكبر من كده على حسب الاشتراكات اللي عندكم. انا كل اللي عندي بالنسبة لي ان انا اوصل للجدول ده. انا كل اللي هشوفه هو الستاتس اللي قدامي ديت، لما تكون موجودة عليها اكتف بالشكل ده معناها ان هو بيحدث نفسه او بيسحب شهريا المبلغ بتاعه، تمام. كل اللي انا هعمله انا هدخل على الحساب نفسه وهلاقي هنا الستاتس بتاعته اكتف، انا هكنسلها بالشكل ده وهتطلع لي الكونفرميشن مسج ديت، رسالة التأكيد، انا هضغط عليها يس yes بالشكل ده، وكده الستاتس بتاعتي كانسلد اون 4 سبتمبر 2019. برجع كده وبشيك على البند بتاعي هنلاقي ان هو اصبح ان اكتف، تمام. نبدأ نعمل كل الحاجات بتاعتنا بنفس الطريقة وبنفس الشكل. اضغط عليها واضغط هنا كانسل بالشكل ده يس، واضغط تاني هلاقي ان هي خلاص بقت كانسلد عندي هنا اهو، هلاقي هنا الستاتس بتاعها بقى ان اكتف. وبكده يبقى انتهينا من ايقاف جميع الخدمات اللي بتسحب بشكل دوري من الرصيد بتاعك في الباي بال بشكل سلس وسهل. اشكركم واشوفكم في حلقة تانية ان شاء الله.